قدم وزير الخارجية ووزير الإعلام بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح واجب العزاء لحكومة وشعب دولة فلسطين الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوى. وأعرب الشيخ أحمد ناصر لمحمد في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الكويت عن خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة بهذا المصب، مستذكرا مناقب الفقيد الحميدة وإسهاماته في خدمة وطنه في العديد من الميادين ومسيرته التي امتدت لعقود من النضال لأجل دولة فلسطين وقضيتها الحقة والمشروعة. وأكد أن فلسطين وأبناؤها الأعزاء قادرين بما يملكونه من حس وطني عروبي على استكمال مسيرة الراحل بكل اقتدار، وتوجه ببالغ التعازي وخالص المواساة لأسرة وذوي الفقيد، متضرعا للباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم فلسطين وشعبها جميل الصبر والسلوان.